السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ازاي تعمل بث مباشر على قناتك؟ فيه ناس كتير كتبت لي في التعليقات، وخاصة في الفيديو اللي انتوا عارفينه، الناس اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني، الفيديو اللي كنت عامل له اعلان ممول، وقلت لكم ان فيه 3 طرق ممكن تحقق بيهم شروط اليوتيوب: اما عن طريق البث المباشر، عن طريق ملخصات كرة القدم، وازاي تعمل بث مباشر للمباريات، بس حي مباشر وما يجيلكش فيه انذارات بدون حقوق طبع ونشر، تمام، وازاي تحقق شروط اليوتيوب عن طريق السيرفرات، تمام، وبطريقة امنة ما فيهاش اي مشكلة خالص، تمام. ففي ناس كتير كتبت لي احنا اصلا مش عارفين نعمل ازاي بث مباشر. يعني انا اتفاجئت في التعليقات ان في ناس كتير من المتابعين عندي على القناة اخواته وحبايبي، طبعا ليهم كامل الاحترام والتقدير، ان هم ما عندهمش فكرة ان ازاي يعملوا بث مباشر. فطبعا البث المباشر مهم جدا لاي قناة، فان شاء الله باذن الله انت تابع معايا الفيديو عشان خاطر هعلمك خطوة بخطوة ازاي تعمل البث المباشر. بس انا النهاردة ان شاء الله هقسم معاكم البث المباشر يا شباب عشان تبقوا فاهمين الدنيا ل3 اقسام. النهاردة هعرفكم ازاي تعمل بث مباشر عادي خالص، اللي هو العادي اللي انت تطلع تتكلم فيه زي ما انا بتكلم كده مع جمهورك، ترد على اسئلة بتاعتهم، تشوفهم عايزين ايه، تتكلم عن موضوع معين، تقدم موضوع معين خاص بالمحتوى اللي انت بتقدمه على قناتك. يعني بث مباشر عادي زي اي قناة بتطلع تعمل بث مباشر، لان في ناس كتير مش عارفة اصلا تعمل ازاي بث مباشر، فانا هفهمك تعمل ازاي بث مباشر على قناتك بكل سهولة، تمام. القسم الثاني الفيديو ان شاء الله هعمل لكم فيديو في الفتره اللي جايه ازاي تحقق شروط اليوتيوب وتجيب مشاهدات كتير ومشتركين كتير عن طريق البث الحي المباشر. يعني تعمل بث حي كده لمباراه معينه بدون حقوق طبع ونشر وبدون انذارات، ودي انا جربتها. والقسم الثالث ان انا هعمل لكم ازاي تعمل ملخصات لكره القدم برضو بدون حقوق طبع ونشر. في ناس زي ما انتم عارفين في قنوات تعمل افلام وبتعمل حاجات كتير زي ما انتم عارفين، وتبص تلاقي ما بيجيلهاش انذارات ولا الكلام ده. فان شاء الله انا هعلمكم الحاجات ديت، بس انت تابع معايا. لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك في القناه، واللايك الجميل للفيديو دعما وتحفيزا لقناه اخوك عمرو القزاز، لان انا هدفي ان انت تستفيد واقدم لك معلومه تستفيد بيها زيك زي اي قناه على اليوتيوب. فان شاء الله اول جزء هعمله هعلمه النهارده ازاي تعمل بث مباشر عادي. عادي بقى انت تطلع تتكلم فيه مع جمهورك في اي حاجه بقى انت عايز، تمام، انت وخيالك بقى. فهنسمي الله عشان الفيديو، انا كنت عايز اعمل لكم 3 اجزاء في الفيديو بس لقيته هيبقى طويل وممل، فقلت لا انا اخدها جزء جزء معاكم وعشان خاطر المعلومه توصلك بكل بساطه. دلوقتي انت عايز تعمل بث مباشر لجمهورك، بتعمل ازاي؟ هنسمي الله، هتدخل على قناتك كده معايا، تمام، هتدخل على الاستوديو الخاص بقناتك، على الاستوديو الخاص بقناتك، تمام، ادي الاستوديو بتاعنا. الخطوات دي ركز معايا فيها خطوه بخطوه، الموضوع مش صعب والله، الموضوع اسهل مما تتخيل يعني، تمام. والله وشكوا حلو عليا، هو في انجاز كبير عندنا في القناه اهو، عشان القناه طبعا لسه مش كبيره قوي. قبل 5 ايام 250,000 مشاهده، تتم مشاهده المزيد من فيديوهاتك بوتيره اكبر. اللي اطلع على الاحصائيات بشوف انا الاحصائيات مع نفسي. دلوقتي انت فتحت استوديو الخاص بقناتك، تمام، بتيجي هنا بتلاقي 3 خيارات زي ما انت شايف معايا كده: تحميل فيديوهات، بث محتوى مباشر، انشاء مشاركه. هتيجي على اللي في النص دي، تمام، اللي عامله زي عامله شبه الاذاعه والتلفزيون دي، عشان برضو انا بتكلم بكل بساطه عشان تعرف تعمل ازاي بث مباشر على قناتك بكل سهوله، تمام. ركز في الفيديو، هتضغط على بث محتوى مباشر، ركز معايا، هتضغط على بث محتوى مباشر. هصغر الصوره بتاعت دي كده برضو عشان خاطر ايه لو في اي معلومه تظهر معانا على الشاشه، تمام يا شباب، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. ركز بقى معايا كده، هنا الصوره دي اللي بيظهر فيها المكان ده، اهو ده اهو، ركزوا معايا كده اهو، ده اللي بيظهر فيه صورتك وانت بتتكلم بث مباشر. ايه بقى الحاجات اللي هنا دي؟ هتسيب كل حاجه زي ما هي وركز معايا وهقول لك تعمل ايه بالظبط. اول حاجه بتعملها، بتعمل حاجه هنا اسمها تعديل، تضغط على تعديل. تعديل ده عشان ايه؟
دي صفحة البث المباشر. طب في ناس، معلش تركاز صغيرة كده، في ناس لو ضغطت ما بتظهرش معاها الصفحة دي، يبقى هو لسه ما فعلش البث المباشر على قناته. بيتفعل ازاي؟ بتيجي بعد فترة معينة او بعد عدد مشتركين معين، بتلاقي يقول لك تفعيل، لو ظهر لك كلمة تفعيل في خلال 24 ساعة، رسالة بتجي لك كده بيقول لك اضغط زي هنا كده، زي دي كده، يقول لك تفعيل، تمام، بتضغط عليها تفعيل، وبعد 24 ساعة الصفحة دي بتظهر لك وتقدر تعمل بث مباشر. فهمتوا؟ انا بتكلم عن الناس اللي ما بتظهر لهاش الصفحة دي. اول ما تيجي تتك على بث مباشر، هجيبها لكم الاول تاني برضه عشان ايه، ابقى رضيت رضيت ضميري بينه وبين ربنا في اللي انا بقدمه. هتضغط بس محتوى مباشر، هتلاقي الصفحة دي ما بتظهرلكش، تظهر هنا رسالة يقول لك تفعيل وعدم تفعيل، هتدي تفعيل البث المباشر، وبعد يقول لك بعد 24 ساعة، في غضون 24 ساعة سيتم تفعيل ميزة البث المباشر على قناتك، وبعد 24 ساعة تقدر تعمل بث مباشر. ده بالناس اللي هي لسه عاملة ايميلات جديدة او جيميل جديد وما تفعلش عنده. طيب الناس اللي متفعلة عندها بقى عادي، انت تيجي على تعديل عشان تبدأ تعمل بث مباشر. هتضغط على تعديل، دي اول حاجة هتظهر لك الصفحة دي. الصفحة دي لو خدت بالك شبهها بالظبط زي شبه الاعدادات اللي انت بتعملها على قناتك وانت بترفع فيديو. هنا بتكتب العنوان، ركز بقى، انا مش هكتب لك، انت هتكتب انت العنوان الخاص بيك او حسب الموضوع اللي انت هتقدمه وتعمله بث مباشر لجمهورك. مثلا ولنفترض ان انت هتكتب مثلا عن الطبخ، هتعمل اي حاجة، هتتكلم عن الرد على اسئلة المتابعين على قناتك، ازاي تدعم قنوات اليوتيوب، على حسب المحتوى اللي حضرتك بتقدمه. هتيجي هنا زي ما انتم شايفين خانه العنوان زي ما بترفع اي فيديو عادي، وهتيجي هنا تكتب الوصف برضو عادي زيك زي بتعمل الفيديو، بس طبعا على حسب الموضوع اللي هتقدمه. ركزوا معايا يا شباب، تمام. هنا برنامج البث غير مدرك، طبعا هتعمل له علني، هتعمل له علني، تمام، لان انت هتبقى يعني مباشر على طول مع الجمهور بتاعك. برضو هنا هتكتب الفئة اللي انت بتقدمها، سواء قناة تعليم، رياضة، سفر واحداث، ترفيه، طبخ، علوم وتكنولوجيا، واخد بالك، موسيقى، على حسب المحتوى اللي انت بتقدمه على اليوتيوب. وتعمل هنا برضو قوائم التشغيل العادية عادي، تمام، تختار قائمة التشغيل اللي انت بتقدمها، تمام، وتخلي طبعا فيديو ليس مخصصة للاطفال. وهنا العادات للحاجات التلقائية، وهنا هتكتب التاجز اللي هي العلامات اللي هي الكلمات المفتاحية البث المباشر الخاص بيك، تمام، وتدي هنا حفظ. خلاص يا شباب، تمام، وهتدي هنا حفظ. دي بالنسبة للخطوات اللي انت هتعملها للبث المباشر. بعد ما تدي حفظ خلاص، يبقى انت كده كتبت البيانات، وتعمل طبعا الصورة المصغرة زي ما بترفع اي فيديو يا شباب عشان خاطر ما دماغك ما تروحش مني، تمام. يبقى احنا عرفنا ميزة التعديل دي هتعمل فيها ايه بالظبط، اللي هي الخانة اللي هنا دي. طيب هل كده البث يشتغل؟ لا، ما يشتغلش. نيجي على اهم نقطة بعد كده، وهي مفتاح البث. ركزوا معايا كده يا شباب، مفتاح البث. معلش في نقطة صغيرة كده في التعديل احب افهمها لاخواته برضو. هتيجي على التخصيص، بعد ما تكتب التفاصيل، العنوان والوصف وكل حاجة والصورة المصغرة، هتيجي على التخصيص. انت بقى عايز ناس تشترك وتشوف البث، هتيجي في الحتة دي كده، هتتفاعل معاه، اللي هي ايه بقى، اي مستخدم بس، يعني اي مستخدم يخش يشوف البث عادي، عايز تعمله على المشتركين بس بحيث تجمع عدد مشتركين اكبر، المنتسبون، مش عارف ايه، المهم. فانت الافضل تخليها على المشتركين عشان اي حد يخش يشترك في القناه بتاعتك، محدش هيشوف البث الا المشتركين في القناه، هيشترك يشوف البث، مش هيشترك مش هيشوف البث، تمام. الخانه دي ركزوا فيها، في خانه التخصيص، بعد ما تكتب العنوان والوصف والعلامه والعلامات التاجز والكلام ده كله والصوره المصغره. طيب كده البث بقى واقف على اهم نقطه، ركز معايا. هنا في حاجه هنا اسمها مفتاح البث، ركز معايا كده اهي، مفتاح اهي يا شباب، مفتاح البث يجب لصقه في برنامج التشفير. برنامج التشفير اللي هو ايه؟ اللي هو برنامج اللي بتسمع عليه اللي هو اسمه او بي سي او اوبس، هوريكم دلوقتي، تمام. هتضغط هنا وتاخد ده نسخ، ركز كده، هتضغط هنا وتاخد ده نسخ، اللي هو ايه، ده المفتاح البث، مش هيشتغل بث مباشر الا بالمفتاح ده. يبقى انت ظبطت كل حاجه، واقف على المفتاح، المفتاح ده اللي هيبدا يسلك الايه، البث المباشر الخاص بقناتك. هتضغط هنا نسخ، تمام، ونيجي هنا تكون محمل البرنامج ده،
اللي هو او بي ستوديو او اوبس ستوديو، تمام، كلنا عارفينه، اللي هو اللي عامل زي الترس الاسمر ده، تمام. اهو يا شباب ده برنامج البث، ركزوا بقى معايا يا شباب كده عشان برضو ايه اخواتي وحبايبي يبقوا فاهمين الدنيا. اهو ده البرنامج صغرت لكم معايا اهو، ودي الصفحة برضو هصغرها لكم اهي عشان تبقى ايه ما تتوش منك والبث يبقى شغال معاك كويس، تمام. اهو الصفحتين جابوا لك قصاد بعضهم، تمام. اهو ده البرنامج، وطبعا تحمله عادي او بي سي، بس بقولكم علامة التحميل ايه بتاعت الفيديو او تكتب عنها، الموضوع سهل يعني، تمام. برنامج بث مباشر، هتلاقي هنا في خانات بادئ البث ومش عارف ايه والكلام ده كله، واخد بالك. هتيجي هنا في الاعدادات، ركز بقى عشان تحط المفتاح هنا، عشان انت هتشغل بث مباشر عن طريق البرنامج ده ويظهر هنا، فاهمين؟ هيجي في الشاشة السمراء دي صورتك هتبان، والبث تلقائي هيشتغل هنا، تمام؟ على وتسيب الدول مفتوحين وانت بتتكلم عشان ما يبقاش اي مشاكل. ونصيحة وانت بتعمل بث مباشر، النصيحة المهمة، تخلي النت، لو انت عندك نت في البيت واي فاي والكلام ده كله، تخلي اخواتك عندك في البيت او محدش يستخدم النت، بحيث جودة النت واتصال الانترنت يبقى كويس وما يقطعش معاك ويزهقك وانت بتعمل بث مباشر لجمهورك. طيب هتيجي هنا هتضغط على الاعدادات، ركزوا معايا بقى يا شباب، تمام. لو خدت بالك هنا هتلاقي هنا في خيارات، خلي كل حاجه زي ما هي عادي، تمام. هتيجي على كلمه اسمها البث، هنا العربيه والسيما افتراضي، واخد بالك، كل ده هتسيبه زي ما هو كده عادي، تمام. هتيجي على البث اهو، ركز معايا كده، هتضغط على كلمه البث، هتيجي هنا اول واحده فوق دي تخليها يوتيوب ار تي، يعني المهم ايه حاجه خاصه باليوتيوب، اللي هي يوتيوب ار تي ام بي اس، هتضغط عليه، تمام يا شباب. وفي فيسبوك لايف لو انت هتستعمل فيسبوك، تويتر، واخد بالك، اي حاجه، فانت خليها على اليوتيوب، طبعا هتختار اليوتيوب لان انت عايز تعمل بث مباشر على اليوتيوب، وتخلي التانية زي ما هي. ولو خدت بالك في كلمه هنا اهي، اللي هي دي اهي، مفتاح البث اللي هو ده يا شباب، هتلغي دي لو عندك كده، هتلغيها وقلت انك خدت انت مفتاح البث لاصق، وهتعمل بث لاصق، خدته نسخ وتعمل هنا بيست، تمام يا شباب. بس كده مش هتعمل حاجه غير كده، وتطلع من دي لو في حفظ ولا حاجه. تدي تطبيق، تطبيق موافق، خلاص يا شباب، يبقى انا ظبطت مفتاح البث. طب تيجي نجرب مع بعض كده، نجرب مع بعض، بس يعني هو في بعض يعني ممكن ما يشتغلش، اهو هدي بادئ البث، ركز معايا كده، انا عايزكم تركزوا معايا يا شباب، بدء البث، انا بثبت لكم بس ازاي تعمل بث مباشر اهو، ركزوا كده، انا بدأ عندي على القناه بث مباشر، بس طبعا انا هلغيها لان انا عامله كده كده غير مدرج، ركزوا كده يا شباب اهو، ركز معايا كده في الشاشه هنا، هنا قال لي بث مباشر، تمام يا شباب، انا عايزكم بس تركزوا معايا هنا واحده واحده، هنا قال لي بس مباشر، بس طبعا انا عامله غير مدرج، انا عامله غير مدرج. طب نجرب مع بعض كده ايه في التعديل، واخليه علني، اخليه ايه يا شباب، اخليه علني اهو، عايزكم بس تركزوا معايا اهو، علني وضح الحفظ، ركزوا بقى كده معايا يا شباب. هنا بقول لي اتصال الانترنت ممتاز، ركزوا، اتصال الانترنت ممتاز، لان ما فيش حد معايا على شبكة الواي فاي حاليا، يعني الراوتر الخاص بي انا بس في البيت، تمام اهو، ركزوا بقى كده، هنا بيجهز عملية البث المباشر، بس ممكن عشان خاطر يعني ممكن ما يشتغلش، لان انا سوري، عشان خاطر انا الكاميرا عاملها بصور بس كده، بس انا بفهمكم ازاي يعني الدنيا مش ازاي، انا بصور لكم دلوقتي بالكاميرا تصوير خارجي مش متصل بالبرنامج اللي هو او بي سي ده، اللي هو بتاع البث المباشر.
فالمهم انتوا فهمتوا الدنيا، هتعمل البيانات دي وهتعمل بث مباشر وتتابع يا شباب، مفيش اي مشكلة خالص. تمام يا شباب؟ يبقى هو ده البث المباشر بالظبط. لو فاتك اي حاجة ارجع اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، مش عيب والله. انا كده فهمتك ازاي تعمل بث، صورتك هتبقى ظاهرة هنا بس، تخليه مش شغال ان انا بكلمكم بصورة خارجية وبصوركم واخد لقطة شاشة عشان اقدر اشرح لكم الموضوع. صورتك هتظهر هنا وبعد كده هتظهر هنا، اول ما تدي بد البث، وبعد كده تخلص تضغط هنا ايقاف البث. اهو انا ضغطت ايقاف البث، هيوقف هنا والدنيا اهو، بص كده الدنيا تمام والبث واقف عادي، مفيش اي مشكلة خالص. ده كان فيديو النهاردة، لو فاتك اي حاجة ارجع اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، مش عيب يا شباب. وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات اللي جاية، هعمل لكم ازاي تحقق شروط اليوتيوب، تجيب مشتركين كتير عن طريق انك تعمل بث مباشر حصري للمباريات وملخصات كرة القدم. اشكركم واترككم في رعاية الله، انتظروني كل يوم بنزل بفيديو. مع خالص تحياتي، كان معكم اخوكم عمرو القزاز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.